طيب نكمل لكتشر الهيموداينامكس او الديميت الريجوليشن اوف دايمتر اوف ارتريوز في لكتشر 17 في السي في اس. طيب هنا عندنا بنتكلم عن الهيموداينامكس تمام، او بنتكلم عن الفلو والاشياء اللي بتاثر فيه سواء بريشر او ريزيستنس تمام، وكيف الدم بيزيد او بينقص، ولما بيزيد ايش بيصير، ولما بينقص ايش بيصير، والكلام ده تمام. طيب في البدايه هنتكلم عن الفلو. اول شيء الفلو او كذا لما نقول كلمه فلو معناها ايش؟ معناها حركه حاجه، حركه في شيء قاعد يتحرك. فلو يعني في شيء قاعد يتحرك، فهي نتكلم عن حركه الدم داخل الاوعيه بكميه محدده في وقت معين تمام، عند نقطة معينة. يعني ايش؟ يعني انا بمسك مثلا ارتري معين في الجسم، خلينا نقول مثلا ارتري في اليد، طيب، او اللي هو مثلا الرينال ارتري تمام. فيقول ان في الرينال ارتري هذا ايش؟ ارتري معين تمام، او عند نقطة محددة في الرينال ارتري هذا، في خلال مثلا في الدقيقة بايش بيجي او بيمشي كمية مثلا 200 ملي لتر في الدقيقة تمام. فهذا هو الفلو حق الدم بالنسبه للكدني، ان ايش؟ ان الكدني بيوصل لها 200 ملي لتر خلال دقيقه. طيب هذا بنقول عليه الفلو. فهو ايش؟ البلد فلو هو الامونت اوف بلد باسنج ثرو ا بوينت ان ذا بلد فيسلز بير مينيت. طيب متى بيبدا او من وين بيبدا الفلو؟ من وقت ما بنضخ الدم من القلب، يعني من وقت ما الفنتريكل بتنقبض والدم بيطلع للايورتا او للبلمونري ترنك، وقتها بيبدا عندي الفلو تمام، وبينتهي في الاتريوم او اللي هو الفينس ريتن تمام. طيب الحين هناخذ الفاكتورز او الاشياء اللي بتاثر على الفلو. قال لي الفلو هذا، الفلو هنا اما بيتغير في حاجه بالبريشر، اما بيتغير في الريزيستنس تمام. فطلعوا علاقة أو زي معادلة، سوى زي كذا بريشر وريزيستنس، بحيث إنه لو البريشر زاد إيش حيصير؟ الفلو حيزيد، ولو الريزيستنس زاد الفلو حيقل تمام. طيب بعدين شاف بعدين كذا اكتشف أشياء ثانية وشافوا الفيسلز والكلام ذا، شافوا إن أنا بتكلم عن الفيسل، هذا الفيسل كذا يعني بتكلم عن نقطتين مختلفة، يعني بتكلم عن هذه النقطة وهذه النقطة تمام. فهنا في بريشر معين وهنا في بريشر ثاني تمام. فشافوا ان اللي عنده بريشر اعلى او البريشر الفلو تمام، الفلو بيتحرك من البريشر العالي تمام الى البريشر ايش؟ القليل. يعني from high gradient pressure to low gradient pressure او from high pressure to low pressure. فالفلو هنا بيكون كيف؟ بذي الطريقة. فعشان كذا لما جاي يحسبوا الفلو بيقولوا البريشر في النقطة الاولى بنطرحها من البريشر في النقطة الثانية، وبتطلع لنا المحصلة او دلتا او فرق طيب او gradient تمام، زي كاني بقول كذا دلتا بريشر على ايش؟ على الريزيستنس. برضو كان في اشياء بتاثر في الريزيستنس، زي ايش؟ زي الفيسكوسيتي، وزي اشياء لها علاقه في الفيسل نفسه طيب. يعني اما شيء لها علاقه في الدم، الريزيستنس بيتغير في شغلتين، اما شيء لها علاقه بالدم نفسه اللي هو ايش؟ الفيسكوسيتي. زي مين؟ زي الار بي سيز، لو زادت الار بي سيز بتزيد الفيسكوسيتي، فبالتالي ايش؟ بيزيد الريزيستنس، فبالتالي بيقل الفلو. وزي برضو الفبرونجين اللي هو البروتينز، البلازما بروتينز، خصوصا الفبرونجين تمام، برضو لو زاد بيزيد الفيسكوسيتي فبتزيد الريزيستنس فبيقل الفلو. اما بالنسبه للفيسلز كان له علاقه باللينث او الطول تمام، كل ما زاد اللينث كل ما زاد كل ما بيزيد الريزيستنس، فبالتالي الفلو ايش بيصير فيه؟ برضو بيقل. هذه كلها بتاثر في الريزيستنس. طب الفيسكوسيتي كيف؟ يعني اللي هي لزوجه الدم، زي أقرب مثال لنا اللي هو الموية والعسل. العسل لزج مرة، فلما بنكبه بيمشي بشويش، الموية عكس بتنتكب بسرعة تمام. نفس الكلام بالنسبة لي الفيسلز، الفلو في الفيسلز الكبيرة بيكون أبطأ، لكن الفلو بالفيسلز الصغيرة أسرع، ويعني بيوصل للنقطة. يعني أكيد مثلا بمشي دم من هنا لين هنا غير لما بمشي دم من هنا لين هنا، هذا خلاص بيخلص أسرع، هذا إيش؟ بيظل فترة طويلة تمام. فهذه العلاقة. برضو شافوا ان في فرق بين الارتريز الكبار والارتريز الصغيرة بالنسبة لايش؟ الدايميتر او الراديوس، نصف القطر طيب. فشافوا ان اللي عندهم راديوس اكثر او نصف القطر عندهم اكبر، او عموما الدايميتر اكبر، الفلو حقهم ايش؟ اكبر. ليه؟ اكيد انا لما بحط يعني مثلا لو جبت كذا خزان موية كبير وصلت بانبوبين، الانبوب الاول زي كذا
والأنبوب الثاني زي كذا الطبيعي، وحطيت هنا مثلا كونتينرين كذا. مين اللي حيعبي لي دم أكثر؟ أكيد حيكون الكونتينر الكبير أو اللي هو الماسورة الكبيرة هذه. ليه؟ لأنها أكبر، العرض حقها أكبر، فبالتالي بتستقبل دم أكثر وبيمشي فيها دم أكبر أو فلو أسرع فلو أكثر، فإيش بتوصل لي دم أكثر. تمام؟ فكل ما زاد الراديوس بيزيد مين؟ بيزيد الفلو. طيب لكن هنا في حاجة معينة، الراديوس بالنسبة للفلو أس 4، يعني إيش؟ يعني لو زاد لو كان الراديوس 1 وسويت 2 كذا معناها إيش؟ دبلت، أو مثلا خلينا نقول من 2 صار 4 كذا، نصف القطر أو الدايميتر دبلته صح؟ صار الدبل. فالفلو كم بيصير؟ بيزيد 16 ضعف. يعني إيش؟ يعني العلاقة هي كذا 4 R أس 4 إيكوال لمين؟ للفلو. فلما بقول إنه هو كان 2 صار 4 صح؟ معناها ال R إيكوال إيش؟ 4. فأربعة أس أربعة بتصير حاجة معينة، فلما أنا بدبل بيزيد 16 مرة. يعني إيش؟ يعني مثلا خلينا نقول هنا 2 تمام، فاثنين أس أربعة صح، فصارت 16 زي كذا. طب لما بخليها أربعة، أربعة أس أربعة بتكون كم؟ يعني حسب، المهم إني أنا لو دبلت يعني مثلا من 1 إلى 2 تمام، فبيصير إيش؟ 2 أس أربعة، فالفلو بيصير 16 مرة أكثر، يعني بيزيد 16 مرة زي كذا. تمام؟ فهنا كان يضيف إيش العلاقة، يعني كان يضيف ضافوا على القانون اللي هي الريزيستنس، معلش الراديوس. طيب هنا طبعا في اللي هي الباي زي كذا. تمام، وبعدين الراديوس خلاص بدل ما خلوه زي كذا عشان يكون يعني ديتيلز أكثر، خلوه إيش؟ خلوه اللي هو الفيسكوسيتي، فصلوه. مو احنا قلنا الراديوس عبارة عن فيسكوسيتي ولينث، فخلوا ايش؟ فيسكوسيتي ضرب اللينث. طبعا الفيسكوسيتي لها اختصار زي كذا تمام، هذا اختصار الفيسكوسيتي اللي هي الايتا او حاجة زي كذا اسمها. المهم ضرب 8. طيب ضرب 8 خلاص قوانين من عندهم ما لنا صلاح فيها. تمام، طيب الحين هنا المفروض انا اشوف لما يعني لما بطالع هنا، لو زدت اللينث او عموما اللينث اصلا ما بتتغير. ليش؟ لان حجم الفيسل حقنا ثابت، يعني ما الفيسل مثلا الايورتا مو بيكون 10 وبعدين بيصير مثلا 50، لا هو ثابت، هو حجمه زي ما هو الاستيك اصلا تمام. الرينال ارتري حجمه ثابت زي ما هو، فاللينث ما بيتغير. الفيسكوسيتي برضو نفس الكلام ما بتتغير، الا اذا كان في ابنورماليتي مثلا في انيميا، في حاجه اثرت على الفيسكوسيتي، يعني ديسيز عموما اشياء زي مثلا البيشنت اللي عندهم بوليسايثيميا بيكون عندهم انكريز في الهيماتوكريت والاشياء ذي، فالزوجة اكثر، فبالتالي الدم ايش بيصير؟ يعني الفيسكوسيتي عاليه فالريزيستنس عالي فالفلو اقل تمام. لكن عموما في النورمال ما بيتغير، فهذول الاثنين ثابتين تقريبا. طيب الفرق وين بيكون؟ في البريشر وفي نصف القطر او الدايميتر. برضو تغير البريشر عادي، يعني لو مثلا البريشر 5 ما بيدبل او بيصير 16 مرة اكثر او زي ما الراديوس. فالراديوس انا لو دبلته تمام، لو دبلت الدايميتر الفلو بيصير ايش؟ ضرب 16، يعني بيزيد 16 مرة صح. فاكثر شيء بيأثر على الفلو هو الراديوس. طبعا عشان افرق بس، هيكون ايش؟ هو الراديوس تمام، هذا اكثر شيء بيأثر على الفلو او اللي هو الدايميتر، هذا واحد. طيب النقطة الثانية شو اسمه اللي هي ايش؟ اللي هي ان ال شو اسمه في الريزيستنس تمام. احنا عندنا الريزيستنس قلنا عبارة عن لينث وايش الريزيستنس عبارة عن لينث وفيسكوسيتي تمام. وقلنا لو اللينث زاد الريزيستنس بتزيد، فالفلو ايش بيصير فيه؟ بيقل. طيب تمام. الشيء الثاني لما نيجي مثلا بنقارن بين حاجتين، زي ما قلنا بالنسبة للراديوس مثلا انا عندي هذا كذا، هذا الفيسل الاول وهذا الفيسل الثاني. في حاجة مهمة، اي شيء بقارنه لازم اثبت العوامل الثانية. فمثلا انا بقارن هنا وهنا في الراديوس، فاللي لازم يتثبت مين؟ اللينث والبريشر. يعني لازم اقول ان هذا عنده نفس البريشر حق هذا وعنده نفس اللينث، وقتها اقدر اقارن لما بيزيد الراديوس هنا ولما بيزيد الراديوس هنا ايش بيصير، او مين عنده فلو اكثر زي كذا تمام. يعني لازم اثبت عوامل وازيد يعني اتحكم بعامل واخلي الباقيين ثابتين، هذا بالنسبه لي المقارنه. طيب هذه اول شيء مهم لازم نعرفه، اللي هو ان الريديوس هو اكثر شيء بيأثر فيه
الفلو او الدايميتر عموما هو اكثر شيء بيأثر في الفلو. فانا لو ابغى اغير الفلو حق الجسم العب في مين؟ العب في الدايميتر حق الفيسل. يعني ايش؟ يعني اما اسوي فازو دايليشن فيكبر الفيسل فيكبر معاه الراديوس، فايش يصير؟ يزيد الفلو، او اني اسوي كونستريكشن في حال ابغى اقلل الفلو، فبالتالي يصغر الراديوس فيصغر او يقل الفلو. تمام. طيب مين اكثر مكان عنده ريزيستنس عالي؟ حنقول ايش؟ الارتريوز. هذه ثاني شيء مهم بالنسبه لي، هذا الارتريوز هي اكثر مكان فيها ريزيستنس، بحكم ايش؟ ان فيها مسل سموث مسل زي كذا، فبتقدر تتحكم في الكونستريكشن الكونتراكشن والدايليشن والكلام ذا افضل. طيب تمام. الحين عندنا طيب بما ان قلنا ان الدايميتر اهم، تمام، الدايميتر اهم شيء او اللي هو الراديوس، فمعناها انا عشان اتحكم في الفلو لازم اتحكم في الراديوس، صح؟ يعني لازم اسوي اما فازو كونستريكشن اما فازو دايليشن. طيب كيف اتحكم فيه؟ حتحكم عن طريق حاجتين، اما لوكالي او لوكال ميكانيزم، واما ايش؟ سيستميك ميكانيزم، صح؟ او يعني حتكون شيء سيستميك، شيء للجسم كامل. لوكالي بس مكان الفيسل اللي انا ابغاه بسوي تغييرات، سيستميك الجسم كامل بتتغير طبيعته تقريبا. طيب في اللوكالي هذه هي لها علاقه في السموث مسل، تمام؟ ايش اللوكال؟ ان السموث مسل هذه نفسها اللي موجوده في الارتريوز عندها قدره على انها يعني عندها قدره انها هي تسوي تنقبض او تسوي ريلاكسيشن، يعني كونستراكشن او ريلاكسيشن وقت ما تبغى، فبالتالي بتغير نفسها بنفسها، تمام؟ فبتنظم للوضع كذا اوتو من نفسها، تمام؟ فاللوكال هذا اما حيكون اوتو ريجوليشن، تمام، اما حيكون ايش؟ عن طريق سبستنس بتطلع في نفس المكان. يعني لو لما اقول لوكال معناها الجسم هذا كله عندي كذا، طيب لكن ايش؟ ابغى حاجه بس في الكدني، خاصه في الكدني، فالتغير بيكون لوكالي يعني ما بيأثر على باقي الجسم. طيب لوكالي ايش؟ بتكلم اما عن الرينال ارتري، تمام، من رينال ارتري الارتريوز الموجوده، مو الارتري نفسها، الارتريوز الموجوده في الكدني بسوي لها كونتراكشن ريلاكسيشن، او سبستنس بتطلع بتأثر على الارتريوز الموجوده في الكدني بس، تمام. طيب ايش الاوتو ريجوليشن؟ اول شيء الاوتو ريجوليشن إما هيكون مايوجينيك ميكانيزم، إما هيكون ميتابوليك ميكانيزم. مايوجينيك شيء في السموث مسل، شيء له يعني خاص بال اللي هو كونتراكشن ريلاكسيشن بس كده على طول، ما في أي شيء، يعني ما في شيء مع خلاص السموث مسل نفسها بتسوي كونتراكشن أو ريلاكسيشن. لكن الميتابوليك، تمام، الميتابوليك هي مواد بتطلع فبالتالي بتسوي لي كونتراكشن أو ريلاكسيشن. طيب في المايوجينيك هذه خاصة إما في الكدني بالرينال بتكون موجودة، أو في البرين بتكون موجودة، في المكانين هذول البرين والرينال أكثر شيء. طيب إيش بيصير هنا؟ هدفها أو الأيم حق المايوجينيك هذا إنه هو يحافظ لي على الفلو، تمام، حتى لو صار في تغير البريشر، يعني مهما زاد البريشر عادي الفلو بيظل ثابت للكدني، ومهما قل برضو الفلو بيظل ثابت. كيف كذا؟ أنا عندي العلاقة من جديد، الفلو إيكوال إيش؟ البريشر على الريزيستنس، صح؟ طيب فرضا اللي صار ان احنا غيرنا في البريشر كذا، زودنا البريشر، فايش المفروض يصير؟ الفلو حيزيد. طيب انا ما ابغى الفلو يزيد، انا ابغى الفلو ثابت، دائما ثابت، او طبعا او مثلا لو البريشر زاد فالفلو قل، وانا ابغى الفلو ايش؟ ما يقل، يظل ثابت. فايش اللي حنلعب عليه؟ حنلعب على الراديوس. دام المشكله هنا في البريشر ما حصل لها، الحين حخلي السيستم الأشياء الثانية هي اللي تصلحها، خلاص الجسم بنفسه يتفاهم معها. لكن أتكلم الحين لوكالي، دام هذا خربان أشتغل على هذا، صح؟ فإيش حسوي في الريزيستنس؟ حزود الريزيستنس، تمام؟ حزود الريزيستنس، إيش حيصير؟ مو هذا زاد، تمام، مفروض الفلو زيد. طب مو هذا زاد الريزيستنس، فبالتالي المفروض الفلو يقل، فالفلو صار محتار. طب هذا زاد وهذا زاد، أروح مع مين؟ خلاص يظل ثابت، ليه؟ البروشر زاد بس بنفس الوقت زودت الريزيستنس، فما تغير شيء في العلاقة، تمام؟ يعني زي ما نقول مثلا هذا كان 5/10، بعدين هذا صار 10، طيب هنا كان 5/10، يعني إيش؟ يعني خلينا نقول مثلا 10/5 زي كذا، تمام؟ فهذا كان 2، هذه في البداية. طيب فلما أنا زاد، لما زاد البريشر خليته مثلا 20، صار إيش؟ 20/5 صار الفلو شو اسمه، صار الفلو 4، صح؟
صرف له 4، فعشان انا ارجع الرقم لـ2 حقوم ازود هذا، حطلع لي ايش، حزود لـ10 تمام، فالفلو يظل ايش 2، فما فرقت اوكي كلهم زودناهم، فبالتالي الفلو ظل ثابت. هذه الفكره. طيب كيف ازود الريزيستنس؟ عن طريق اللي هي ايش، مثلا لو انا زاد عندي البريشر ابغى ازود الريزيستنس، كيف ازود الريزيستنس؟ اسوي فازو كونستريكشن. ليه فازو كونستريكشن؟ اهو كذا كان الارتري، فالراديوس حقه مثلا 2، لما سويت فازو كونستريكشن كذا صار الارتري، فالراديوس حقه 1 صح. الراديوس قل، فبالتالي الفلو ايش بيصير فيه، او خلينا نقول عن الريزيستنس، دام الراديوس قل الريزيستنس زاد صح، ودام الريزيستنس زاد معناها الفلو حيقل، فنضبطه. ف any increase in pressure حيسوي ايش، constriction، vaso constriction. ليه؟ عشان يزود الريزيستنس، فبالتالي الفلو يرجع ثابت. طب any decrease في البريشر حيسوي dilation، فبالتالي الريزيستنس بيقل، فبالتالي بتصير علاقة كذا، هذا ديكريز وهذا ديكريز، فالفلو برضو بيظل ثابت تمام. طب ليش قلنا احنا الراديوس اذا قل الريزيستنس بيزيد؟ لانه برضو في علاقة ما بين الراديوس والريزيستنس. طيب اللي هي ايش، احنا هنا مو قلنا ان الراديوس وكذا، يعني لو جينا شبكنا رياضيات الوضع، لو جينا شبكنا المعادلة مع بعض وابغى الريزيستنس، بيطلع عندي ان الريزيستنس ايكوال لل الريزيستنس حتكون بتساوي اللي هي هنا 8، هذا حيطلع فوق حيصير 8، وهذه الفيسكوسيتي وهذا اللينث تمام، وتحت مين حيكون؟ حيكون الراديوس، فالراديوس علاقة عكسية مع الريزيستنس تمام، فلو زاد الراديوس بيقل الريزيستنس، ولو قل الراديوس بيزيد الريزيستنس. طيب هذه أول شيء. الثانية هذه بالنسبة لي المايوجينيك، الثانية اللي هي الميتابوليك. الميتابوليك إيش حيصير؟ قال لي في الميتابوليك شيء خاص فيه السكيلتال مسل والكاردياك مسل. يعني الأول كان خاص بالرينال والسيربروم أو اللي هو البرين، الحين بالسكيلتال والكاردياك. إيش اللي بيصير؟ لما يقل البريشر داخل العضلة تمام، أو في الكاردياك مسل، اللي بيصير إنه بيقل الأكسجين. دام قل البريشر ايش بيصير؟ يعني بالتفصيل كذا، بيقل البريشر فبيقل الفلو. طيب بيقل الفلو يعني بيقل الدم اللي رايح لي للمسل، فايش بيصير في الاكسجين؟ بيقل الاكسجين. ليش؟ لانه ما عاد في دم كافي، فبالتالي ما في اكسجين كافي. طيب اول ما بيقل الاكسجين مين بيزيد؟ بيزيد عندي CO2، وبيزيد اللي هو اللاكتيت، لاكتيك اسيد، بيزيد برضو الهيدروجين ايونز، البوتاسيوم، الأدينوسين. طبعا الأدينوسين خاص بالكاردياك مسل، يعني في حالات الهايبوكسيا أو السيفير هايبوكسيا الكاردياك مسل بتطلع أدينوسين كثير. طيب كل هذول اللي قلناهم اللي هم CO2 والبوتاسيوم واللاكتيك أسيد والهيدروجين والأدينوسين، هذول كلهم يعتبروا فازو دايليترز، فبالتالي بيروحوا بيسووا فازو دايليشن، فإيش بيصير؟ الريزيستنس بيقل. ليه؟ مو هي كانت كذا بعدين صارت زي كذا، فالراديوس زاد فالريزيستنس قل، فلما الريزيستنس بيقل تمام، احنا كنا كان عندنا البريشر اول شيء قل صح، فالريزيستنس برضو قل، نفس الميكانيزم الاولى بس اللهم تغيرت الاعدادات، بدل ما كنا بنتحكم في المسل نفسها الحين في الاشياء المواد، فهنا قل الريزيستنس فالفلو رجع عادي، رجع نورمال تمام. فالمهم كل ما قل البريشر بيقل الفلو، كذا احنا نعرفه بيقل الفلو، فبالتالي بيقل الدم اللي رايح للتشو، فبيصير في عندنا ديكريس في الاكسجين، وبيزيد اللاكتيك اسيد والسي او 2 والهيدروجين والبوتاسيوم والادينوسين والاشياء هذه، فبتقوم هذول المواد بيسووا فازو دايليشن، فبيزيد الراديوس او القطر يعني او الدايمتر، فبالتالي الريزيستنس بتخف، فالفلو بيرجع ايش، بيتعدل الفلو بيرجع بيزيد. طيب هذه اللي هي الميتابوليك. طيب او اللي هي الميتابوليك هذه بالنسبه كلها لايش، للي هم الاوتو ريجوليشن. طيب خلصنا من الاوتو ريجوليشن، احنا قلنا لوكال وسيستميك صح، وقلنا في اللوكال عندنا في اللوكال عندنا اوتو، وعندنا ايش، عندنا اوتو اللي هي المايوجينيك والميتابوليك اللي هم خلصناهم الحين، وعندنا برضو حاجه اسمها سبستنس سكريتد، يعني في اشياء او سبستنس بتطلع من الاندوثيليوم برضو بتأثر أو بتنظم لوكالي البلود فلو، لسه ما دخلنا في السيستميك. طيب إيش السبستنس اللي بتطلع وبتغير والكلام ذا؟ إحنا عندنا سبستنس بتطلع من الإندوثيليوم بتروح للسموث مسل، هذا الأرتري تمام، أو هذا خلينا نقول كذا، هذا اليومن حقة الأرتريول. طيب وهنا إيش في؟ هنا في سموث مسل. طيب وهنا هذه المفروض الاندوثيليوم صح، هذه الاندوثيليوم اللي موجوده، فالاندوثيليوم بتطلع سبستنس بتروح على السموث مسل،
وبتخلي المسل إما contract فبالتالي فازو constriction، وإما relaxed فبالتالي إيش فازو dilation، حسب أنا إيش أبغى بالضبط. طيب فكذا حنقسم المواد إلى قسمين، substance بتطلع من الإندوثيليوم بتكون فازو dilators، وsubstance بتطلع من الإندوثيليوم بتكون فازو constrictor. الفازو constrictor هو الإندوثيلين، تمام؟ إندوثيلين هذا very strong vaso constriction، وعلى مثال دكتور محمد صالح إنه بيكون موجود في بعض الأفاعي اللي موجودة في الصحاري وزي كذا، وبتسوي very strong vaso constriction إذا دخلت للجسم. فهذا الإندوثيلين بيكون إيش very بيكون vaso constrictor. طيب بيطلع من الإندوثيليوم وبيروح لسم